السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة من تاوز. لحلقة اليوم طبعا رجعنا فيها بمود حرب الشوارع. حسميه مود حرب الشوارع بس لانه ما له اسم او لانه ما له شيء محدد. لاخر حلقة وصلنا فيها لعند هذا التور ووقفنا، بس هذا التور كان كثير قوي كمان، ولسه في عندي صفحة تانية من الشخصيات. والله اعلم تطور حرب الشوارع لوين حيودي وشو الاسلحة اللي حتصير معاهم، بس لهلا في عندنا تور بعمود وبنروح على الشخصية اللي بعدها واللي هو بني ادم بس ماسك حلقة حوالين خصرة. شو هتضرب بالضبط؟ اتوقع انه هيضرب بالحلقة. حيعدي لف بس انكبس كبس. استنى شوي، 12 ضد 12 بدي اياهم يقعدوا يلفلفوا. يب حيصير عبارة عن بي بليدز كل واحد حيقعد يلفلف على كيفه، بس ما لهم كثير قوايا الصراحة. الازرق رجع فاز، انا نفسي افهم بس ليش الازرق على طول بيفوز. هزلمة عادي بمجرد اشر بس. وات الضربة كان كثير غريب بس معاهم اتش بي كثير عالي، 2000 اتش بي خيبة. هول بوكساتهم ما حتخلص لسنة، فتوقع مع الحول اللي عم يصير هالفايت حيطول شوي، بما انهم بيسووا كمان دامج كتير قليل. خيبة. اوكي رجعنا للحرب اللي بعدها، الجزء الجديد من الحرب، التشابتر الجديد، بس هذا التشابتر ما حيكون مكتوب بالحبر، حيكون مكتوب بالدم الازرق واللي هو تقريبا حبر كمان. استنى شوي، بس واصل الفكرة، الازرق هلا ما حيفوز، هلا الشخصيات صاروا اكبر، غير انهم صاروا ماسكين سيوف الملك واللي هي الزواي هاندر واللي هو اكبر سيف موجود، فهلا صار عندنا تدريب حلو، بس نسيت هالجلود اللي ضدنا عم تتطور معانا، ما عندي اي فكرة كيف ممكن يضربوا هلا، بس هات لحتى نشوف الحرب. اوه شيت، والله الازرق فات واخترقونا اختراق ديب. حنمسح مسح، بس لا لسه الاحمر هون قاعد عم يقاتل، في امل في امل، لو فازوا هون في احتمال. قاعد ديمت احتمال كثير بسيط انه يحسن يهزموا هذول. رجعوا لنا رجعوا لنا، 3 ضد 6 اتوقع. باقي واحد بس، باقي اللي تحت هلا لسه ما مات. والله فكرت ازتوه بالنهر بس الزلمه تم عايش، المفروض يقاتل 5، 1 ضد 5. اكون صريح والله كثير صعب، بس ممكن تستغل التضاريس والشغلات هاي كلها، عيونه كبيره كمان، فاتوقع انه المفروض تحسن يشوف الضربات قبل ما تجي. قاعد ديمت ما حسن يشوف شيء، والله مسكين شاف له راسه بالنص. المصيبه انه نفس العدد، المصيبه انه كل شيء نفس الشيء، نفس العدد، نفس كميه الفلوس، يعني بس التشكيله بتختلف شوي، ما بتختلف كميه كبيره، هون في 4 صفوف هون في 4 صفوف، كيف بتم 5 ضد 1؟ هالي مستحيل افهمها. واتو الدب هذا الدوب معصب. استنى شو كنت تكون ضرباتك؟ هيهجم عليه وينطها بعدين. ترى الدب قوي بيحسن ياكلك اكل. اتوقع ان الدب ما بيحسن يضربه اصلا. واقع بالارض وقفز عليه. اوكي لازم يوقع مشان يحسن يضربه. وضعه كتير صعب، بس قاعد عم يلعب على حفه الماب، يعني غلط بسيط بس بالحركات او انك تزت لتحت يا موتك يا موته. انكم رسميا قاعدين عم تلعبوا على الحفه. هذا هو زته لتحت، والله جاب هالدبدوب، كان عم يزت حاله وراه. طيب بجيب له كمية هانترز، اتوقع بيحسن يصفعوه؟ اي والله بيحسن يصفعوه. الزلمة اصلا يلا يلا يسوي دامج، يب بيحسن يصفعوه، هذا انه صادوه، والله كفو عليهم. والشخصية اللي بعدها هي عبارة عن دبدوب عليه زلمة. دبدوب لساته معصب، بس الزلمة مبين عليه مبسوط. ضرباتك حتختلف؟ تقريبا صار يسوي دامج أكثر بكثير، يب يب الضربة اختلفت شوي. هذا هو زلمة قفز، اوه شيت، والله قلب عليه، فكرت الأحمر حيموت. هذا هو مات الدبدوب. هلا زلمه ضد زلمه، بوكسات الاقوى بيفوز. والله الازرق شكله هو اللي فايز. نوب ضربه الاحمر كثير قويه، في احتمال انه الاحمر يفوز. 1 اتش بي خيبه، والله جابها الاحمر ولاول مره كان الحظ معاه. بنروح على الشخصيه اللي بعدها واللي هي زلمه عباره عن دجاجه. وات بيبيض دجاج بعدين دجاج بينفجر. استنى لو خليت 10 يبيضوا دجاج شو حيصير؟ ما بحيعلق تقريبا في دجاج قاعد عم بطير، وفي كتير ريش لانه الدجاج قاعد عم ينفجر. وهذا هو الاحمر فاز، مع اني شايف كتير ازرق. ما بعرف الصراحه اذا هذا يعد تطور ولا لا. في ناس ممكن ما تتفق معي انه هذا التطور، ممكن حتى انا ما اتفق مع حالي، بس اخر مره كان عندنا اكبر سيف بتابس، علمتهم عليه دربتهم عليه، ما اشتغل السيف هذاك والخطة كمان ما اشتغلت. خيبة هالزلمة راسه كبير، بس هاي المرة معانا هالزلمة هو اللي حط الخطة مو انا. واتوقع من راسه الكبير ان الخطة ممكن تنجح، لانه الخطة على الاغلب حتكون ذكية. على العموم صار معاهم خنجرين، ما بعرف الخناجر شو حتساوي، مبين عليها كانها يعني غريبة شوي او فيها شغلة خاصية جديدة. ما بيهم شو حتمسكوا، ان شاء الله تمسكوا حجار، اهم شيء انكم تفوزوا على الازرق. روحوا. اوه شيت خيب، هاي المره من جد كلهم فاتوا ببعض هاي المره المفروض يكون في تعادل. اوه في داشات كمان خيبه، هاي المره المفروض يفوز الاحمر. الاحمر كمان ابو راس كبير دربكم، لا تقولي لي انك حتموتوا. اتوقع انه كمان في عندهم اتش بي كثير عالي. هذا هو، في ناس عم تموت من الازرق، في ناس ماتت من الاحمر كمان. لساتني عم بشوف كميه احمر كبيره. لا الصراحه اتوقع عندي عمى الوان، عم بشوف ازرق اكثر من احمر هلا. شيت ماني مطمن،
باقي اتوقع 4 او 5 من الاحمر، باقي تقريبا 7 من الازرق. قاعد ديمت اتوقع انه حنخسر، ما في اي صوت عم يطلع من السيوف او الخناجر، هذا عباره عن موت صامت. هذا هو اخر واحد حيطعنوه ببطنه. ياب هذا هو انطعن. قاعد ديم، بس في كمية أزرق أكبر من الأحمر هلا، ما يفهم كيف بيفوز بهالكميات الكبيرة. فايت بدأ وخلص ولا كأنه كان موجود. ما طلع حتى صوت واحد. أي حرب نينجا مو حرب شوارع. قاعد ديم هلا صار في تطورات مع الدب أكتر. كان بني آدم عادي هلا صار في فايكنج فوق الدب. وإلا وهيك هاد العتال اللي شوف أوتك ضد ماموث. روح فايكنج على الدب ضد ماموث. الزلمة اوريدي توفى. باي هلا الدبدوب، بس أتوقع إنه الدبدوب حيندعس. ياب الدبدوب رسميا حيندعس. وات؟ كيف؟ الماموث اخر شي مات، اكله رجليه. هاي شغلة جديدة، منجنيق بس بضرب مغناطيس. شو حيساوي؟ ضرب عليه مغناطيس، وبعدين يعني بعد ما يضرب مغناطيس شو بيساوي المغناطيس؟ حطه على شلة كلوبرز. ضرب مغناطيس، بعدين رسميا ما بيساوي اي شي، هذول اللي كسروها. ممكن شخصيات معاها حديد؟ نوب، ما عمل اي شي بنوب. او ديم. ديم بحسن غصب. بس انا رسمت كمية كبيرة منهم بمكان واحد. سنبدا الفايت. شيت حتخرب الدنيا. عندي فريم كل خمس دقايق. الدنيا رسميا حتخرب. كانهم عم يرجعوا لورا كمان، ما عم يقدموا لقدام. لا قاعدين عم يطلعوا لفوق، عم يطيروا. هذا هو وقف الزمن. الحمد لله، بس انا اتحرك. كل واحدة من هدول معاها 1000 اتش بي. الحمد لله انه يعني ضربوا المغناطيس، حيساوي كتير شغلات صراحة. في جنود جوات كل واحدة. اتوقع اني رسبنت 1000 واحدة بمكان واحد. يا رب ما تعلق اللعبة. حلو، ما علقت اللعبة، بس صار منظوري كله على بعضه غلط. صرنا فترة كتير طويلة شغالين بهاي الحرب، وجربنا كتير شغلات. جربنا اول شيء بالايدين، بعدين جربنا العصايات، بعد العصايات جربنا السكاكين، جربنا سيفين، جربنا سيف واحد، جربنا سيف كبير، سيف صغير، خناجر، خنجرين، جربنا كتير شغلات. بعرف انك متحمس على الحرب الجاي، وشو السيف اللي حنستخدمه ولا الشغلة اللي حنستخدمها الحرب الجاي. كل هدول الحروب كانت عن قريب، يعني كنا نضطر نفوت لجوا ونستخدم ايدينا وتتقطع روسنا. بس لهلأ او لهاي المرة ما في داعي لهالموضوع، لانه هاي الحرب دربتها مع الارشرز، صار عنا ايم محترم. ويل اتمنى انه عنا ايم محترم، وصار عنا بو محترم. عاد هو احسن بو لقيته، او احسن بو لقيته بالسوق، ما كان معي كتير مصاري. على العموم هنا معاهم نفس الشيء. قاعد ديفيد معاهم واحد راسه كتير كبير. ويل اخر مرة واحد راسه كبير وخسرنا، فممكن العائل ما هو كل شيء. بس قاعد ديم هرسه من جد كتير كبير. اتمنى انه مو هو اللي حاط الخطة. بس هاد لحد تاني نجرب. لا تاخذ لونا مرة تانية يا فريق الاحمر. مو بس انا اللي عم بشجعكم، في كتير ناس غيري عم يشجعوكم. لا تاخذ لونا. هاد لحد تاني ما نطول كلام ونروح. اوه هادول اللي ضربوا. اتمنى في منهم نقع ابو شكل المكان. فجروهم. ريد فيكتوري. يس. فايت صار بسرعة، فوز صار بسرعة، وهذا كله من الذكاء والايم الخارق. استنى شوي، اتوقع مو من الذكاء والايم الخارق، اتوقع عرفت شو اللي صار. فرحنا على الفاضي. انا اسف. هذا الزلمة كان موجود هون بس مشان يلقي الخطاب. قاعد ديمت. اوكي جرب مرة تانية. اتمنى انكم تفوزوا. بلو فيكتوري. قاعد ديمت. لا. ليش؟ اوه. هاي شخصية جديدة. شخصية غريبة، شكل الشخصية كتير قوية صراحة. قاعد ديم، حتى الدواليب شكلهم مختلفين. سبب بحط لك هالزلمة، هتحس انت بتسحب؟ كضربة نفسها ما بتسوي هذاك الدامج اللي كتير عالي، بس شكلها حلو، عندها كتير نقاط على الشكل، بس موضوع الدامج ما عندها كتير عليه نقاط، وكمان موضوع الايم الصراحة، موضوع الايم كتير صعب معك. ولو اسيت الملك ممكن عليك انك قوي. بشكل عام، ما اتوقع كمان انك تحسن تقتل الملك. هذا هو، ما قتله، اعطيك نقاط على الشكل، بس مو نقاط على القوة، شخصية قوت. الشخصية اللي بعدها عبارة عن منجنيق مع احجار صغيرة. اضرب. او خيبة. او بس انا احط 1000 واحدة بمكان. يس هذا هو. اتوقع اني حمسح ماموث. 40 واحد بمكان كتير صغير. خيبة. استنى شوي، اضرب شوي شوي. اتوقع بس يضرب المنجنيق جي جي، ممكن تسكر اللعبة كلها. ياب. او لا والله شغالة الحمد لله. هذا هو وصل. خيبة. لا انا خير الماموث. ما اتوقع انه حيكونوا سريعين بما فيه الكفايه لحتى يوصلوا عند سوبر بازن. الاغلب لا. نوب 100% لا، بس ممكن لو ضربوه الصراحه يسووا كتير دامج. يعني لو بحط له شخصيه مثلا نفس بيلي اللي عنده 40000 اتش بي. ياب هذول الشخصيات اللي سيتهم موجودين، بس ما اتوقع انه حنحسن نقارن فيهم. هذا هو ضرب المنجنيق، بيضربوا بعض كمان. ضربوا عليه دواليب كمان، نزلوا منه 20000. 20000 يعني سووا كتير دامج، والضربه الجايه على الاغلب حتسوي دامج، بس الله اعلم متى حتصير الضربه الجاي. ياب حتسوي كتير دامج بس ما حيلحقوا يضربوها. هاي الشخصيه الصراحه شكلها كتير قوي. استنى لو حطيتك ضد الملك حتحسن تقاتل الملك؟ صح ان الملك عنده اتش بي اكثر،
بس اتوقع انه ضربته كتير قويه. يب ضربته قويه بس الملك شكله حيقتله. الصراحه الملك قوي بس قوته معقوله، فاي شخصيه بتحس تقتل الملك بشكل عام عباره عن شخصيه قويه. شخصيه او جاد ديمت. الشخصيه اللي بعدها عباره عن ملك على موموث على احلى. قاتل ملك عادي، بس كيف الملك اللي فوق حيحسن يضرب؟ هاي القصة. اتوقع انه حتكون كالتالي، لو حسيت تقتل ماموث حينزل ملك ويقاتلك، وقتها لازم تقاتل الملك. اتوقع انه الملك كمان حيحسن يقتل ماموث. يب هذا هو قتل ماموث، هلا نزل الملك من فوق. هلا بدك تقاتل الملك، ملك ضد ملك هلا. بس صراحة شكله الازرق متحمس، شكله في عنده امل. لو استخدم مخه او 60 اتش بي، ضربة ثانية وبيتبهدل، ضربة ثانية وبيموت. قاعد ديمت اسراسه، لو مسوي داج لهي الضربه اتوقع كان في امل كتير كبير انه يقتله. والشخصيه اللي بعدها وات ذا عباره عن ماموث عليه منجنيق وشويه جنود تانيين. هالشخصيه عباره عن جنود بس. ياب شخصيه عباره عن جنود بس. 25 شخصيه، اشك بان هذول مجرد 25 شخصيه. حطيت له 10 من هذول تبعوت السيوف الناريه. السيف الناري اتوقع انه بيحسن يقتل الماموث، بس خيمه في كميه كتير كبيره ما اتوقع اصلا في عندهم امل. يب نفس ما توقعت. ولاخر شخصيه وات ايس جاينت، جرد ايس جاينت بس بدون الشغله اللي على خصره، ما في اي شيء اختلف. الاثنين كمان نفس البوكسات او نفس الدامج تبعهم، هذا الزلمه بس الفرق انه ما بينفخ نار. هذا فايتات ايس جاينت، وفاي شيء هو اللي فاز. صراحة توقعت شغلة تانية غير ايس جاينت كشخصية اخيرة. طلع علي منيح، هاي اخر معركة لكم بهاي الحرب، خسرتوا كل المعارك اللي قبلهم ما عدا واحدة بس، فيعني لو بتخسروا هاي انتوا خسرانين خسرانين، بتكونوا رسميا قتلتوني. بس لو بتفوزوا هذا انا مستعد اسامحكم. على العموم اخر فايت ما حيكونوا ماسكين اي شيء بنوم، حنرجع على الشيء اللي بدينا فيه، حنرجع على مهاراتنا الأصلية وعزيمتنا، بس هاي المرة معاهم كتير اتش بي، الشخصية الواحدة معها تقريبا 2000 اتش بي، 27 ضد 27، الله معاكم وليتس جو. اي والله بيسووا كتير دامج كمان، خيمة ممكن ما يطول كتير. الأحمر عم يموتوا، الأحمر عم يموتوا أوريدي، لا لا بالله عليكم فوزوا، بالله عليكم فوزوا، فزنا من على اليمين، اليسار الأزرق كمان فازوا، أوه والله ممكن نفوز. ياس واحد ضد اثنين، واحد ضد اثنين، اسال هذاك الزلمه باي اخر واحد ضد اخر واحد، واحد ضد واحد، في احتمال انه نفوز، في احتمال انه ترفع راسنا، بالله عليك لا تخذلنا، لا قاعد دمت اخر واحد. ليش ليش؟ كان فايت محترم، ما بحسن اذلكم اكثر من هيك الصراحه، كان فايت كثير حلو، كان في كثير امال عليك انت كاخر بني ادم، بس حاولت، متوا كرجال، كفو عليكم. على العموم هذا كان كل شيء لهاي الحرب، وكان كل شيء لهاي الحلقة كمان. فلو عجبك الفيديو وعجبتك الحرب تملي تحت بالتعليقات وتسوي لايك، وما أنا مطولين كمان على 100,000. حاب أقول شكرا كتير على الدعم، وأتمنى أنه على طول أكون بحسن ظنكم وأقدم لكم محتوى تستمتعوا فيه ويعجبكم. على العموم هذا كان كل شيء، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. الفريق الأحمر ما حننساكم، مخلدين بالذاكرة، ومع السلامة.